في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط العشرون في المجموع من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأول للمفاريد اللي في أول مراكزها في هذه اللحظات. هذهم صيحان للسيد فرج بن علي المشروم في هذه اللحظات في أول المراكز. هذهم صيحان أما في ثاني المراكز هذا السعدي بدون ملكية السعدي للسيد فيصل بن محسن بن ديلة المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا هو مبلش للسيد علي بن حمد القريصي في هذه اللحظات مع مبلش في ثاني المراكز. أما في ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز هذا رقم 18 مزاحم للسيد حمد بن خليفة بن راشد الدوسري في هذه اللحظات يتسلل في ثاني المراكز. أما اللي في أول المراكز هذا المشروم ماذا المشروم في أول المراكز هذا صيحان يدعون ملكيتهم صيحان للسيد فرج بن علي المشروم في أول المراكز. أما في ثاني المراكز من الجانب الدوني في هذه اللحظات هذا مزاحم للسيد حمد بن علي اللي في أول المراكز هذا مزاحم للسيد حمد بن خليفة بن راشد الدوسري في هذه اللحظات في أول المراكز وتسلل من الجانب الأيمن هذا شاهين للسيد خالد بن زايد المري في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا شاهين للسيد خالد بن زايد المري مع شاهين في أول المراكز. أما في ثاني المراكز هذا مزاحم للسيد حمد بن خليفة بن راشد الدوسري في ثالث المراكز رقم 19 هذا هو الشقردي للسيد حمد بن علي الشراب مع الشقردي في ثالث المراكز ولكن راح وانتزع المركز الاول وسيطر سيطره تامه. هذا شاهين للسيد خالد بن زايد المري نقول تهانينا والناموس للسيد خالد بن زايد المري على فوز شاهين بالمركز الاول. اما في ثاني المراكز اللي واصل هذا رقم 18 اللي في ثاني المراكز مزاحم للسيد حمد بن خليفه بن راشد الدوسري ثالث المراكز شاهين للسيد حمد بن راشد الزعبي. توقيت الزمن لهذا الشوط دقيقتين و16 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.